ثلاثة كمية عربات مبالغة طبعا يعني. ايه صور، هذه حياة الرفاهية، العالم كله عايش على حساب الفقراء هون. يعني نعيش فقري عادي. هذه السيارات كلها هيك عربات كده. اخر شيء بعد ما نازلة عند العالم. ما انا يفوت او ما بعرف. يا عمي صور شوف العالم شوف. سيارات وزير فخمة فخمة. مين اللي ناس هيدي مش جوع وسيارات. بشير ما راكب عربات هيدي طبعا. طبعا عندي اخر وجبه للوزير قاعدين وحنقبض وكده معك صار وترحل للسودان خير ان شاء الله اخي جمال في مذكرة توقيف بحقك وليه لا حول عارف حالك عم تحكي انت ولا اي عارف حالي شو عارف حالك في مذكرة توقيف منو معلبه تفضل معنا بلا شر برجيني مذكرة توقيف برجيني تفضل ورا ما تقدرش بعيد سيد تعال اقرا لي مذكرة توقيف تبعك هي بايدي انت عارف مين لا لا ايه بعرف فين انتم بالضبط سيد رئيس جازم الدور اللبناني بعد التحيه بالاشاره لمذكره الاتهام الصادره من النائب العام السوداني بحق المتهم سيد جادين وزير سابق لحكومه الرئيس المدفوع عمر البشير والتي تخص جرائم الفساد والنهب بحق المال العام وتهريبه للخارج بحسب افاده وارده من الجهات المختصه وبعد التاكد من وجود المتهم في دوله لبنان الشقيقه حيث يقيم مع زوجته التي تحمل الجنسيه اللبنانيه في بيروت نرجو من سيادتكم ما يلي واحد تسليم المتهم فعلا لسلطاتنا السودانيه مع كامل الاحترام لسيادتكم اثنين كما نرجو منكم تجميد كامل الارصاد وممتلكاته شكرا جزيلا لشعبكم وحسن معاملتكم سيد اللواء مازن عبد الباسط كيل المسؤول الخارجي لجهاز امن الدوله وفي خط من جهاز الامن لا لا اذا السوداني هذا حبيبي حبيبي في كمان في عندنا كمان مذكره توقيف لبنانيه كمان بتحط وراها احنا تفضل اقرا لي اياها المديريه العامه لامن الدوله الموضوع مذكره التوقيف بناء على الطلب المقدم من السلطات السودانيه بالقاء القبض على المتهم الوزير السوداني سيد جديد في لبنان ومتزوج من لبنانيه نرجو من المكلفين من الضباط في الجهات المختصه بالتعاون مع جهاز الامن السوداني لإلقاء القبض عليه رقم مجلس الشرطه عقاد عقيد عماد عز الدين ريفي بيروت 9 مايو 2019 في خط من المديريه العامه شو رايك؟ شو بتكلفنا يضل ما بعرف هذا شيء ما بيخصني انا ما بيخصني انا شيء في ما مشكله بنشوف بعدين شو انت ما عارف مين لا هو بيصور معك انا ما اصور يا مدير انت اسكت يا زول صورك جوا كوبر انا مالك تكلم بعد تصوير لو سمحت ما طف فيها خلينا نصور عليه مجرم يا زول بينه شوف المجرم يا زول تكلم هو حر طب بس انت عارف هيك شو اخبار انت عارف انا تابع من السودان يا زول انت بتوصل كل شيء مش قاعد تصور اي كلام كنت بتقدر توصله هاي بصور وبوصل اي حاجه الناس البايتينك بتقدر توصلهم؟ هاي بصور يا دول انت هتمشي كوبر من هنا بس خلاص انت انا بنمشي معك انا بنمشي خلوه لا ما تتبصر لا 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 انا بعرف مين قانون احنا دارين دوام انا بعرف مين باع حبيبتي خلاص انا بنمشي معك تمشي عن شرط انا التصوير كلها طب قتل لحسين بعدين انا بقول كل شيء بمشي معك من كل شيء وشرط تفضل بغير شرط ابعت اي حته تملي التصوير كله هيمشي عندي رساله تفضل معنا بغير شرط عندي رساله ما بيتمحش عندي رساله للشعب السوداني اللي هو بتوصله احكيه عنده هون بالشعب خلص خلي الوزير يعني بتبعت علي بعدين مش انا اللي بحكي وانشروها انت انا وزيرك انت انا اللي بحكي ما المعروف خلص بنحكي بعدين خلص انا بس استاذنكم انتم امشوا السياره ما في مشكله انتم امشوا السياره امشوا